الشهيدة شيرين أبو عقلي، عام على الغياب وهي الأكثر حضوراً بالرسالة والقضية التي حملتها ويحملها الصحفي الفلسطيني ليكشف جرائم الاحتلال وممارساته الإرهابية. إحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهادها، أقيم في سفارة دولة فلسطين في بيروت لقاء تضامني إعلامي فلسطيني لبناني. عندما كانت شيرين تحمي من خلال صوتها وكاميرتها هي وزملائها بوابات المقاطعة، كانت تقف في وجه أعتى جيش مدجج بالسلاح يقف على هذه البوابات، على تخوم هذه البوابات، وكان بالداخل رجل عظيم أيقظ شعلة النضال الفلسطيني وهو رمز القضية الفلسطينية، القائد الرمز أبو عمار. شيرين، زرعك أنبت حصادا حتما سيزيل الاحتلال، وجودك أرقهم وغيابك سيبقى كابوسا يؤرقهم، وعلى الرغم من تواطؤ المحاكم الدولية لقول كلمة الحق للحقيقة وجه واحد. اللقاء دعت إليه لجنة دعم الصحفيين الدولية بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين في بيروت، وحضره حشد من الشخصيات الرسمية والسياسية والإعلامية. أن الطريقة التي سيتعامل بها العالم، لا سيما المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية المتنوعة، مع قضية شيرين أبو عقلي هو اختبار لجدية هذه المنظمات وتلك المنظومات في حماية الصحفي الفلسطيني والدفاع عن حياته قبل حقوقه. المشاركون في اللقاء أكدوا أن قضية استشهاد أبو عاقلي قضية حقوقية عامة تخص الصحفيين في العالم بأسره، وهي واحدة من جرائم الحرب الإسرائيلية. رحلت ابنة القدس وظل يراودنا السؤال: ألا يتجرأ أحد في هذا العالم على فتح تحقيق دولي ومعاقبة القتلة؟ أين منظمة الأمم المتحدة؟ أين المحاكم الدولية؟ وهل أن القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني مخصص لبشر دون غيرهم؟ هذا وطالب المشاركون في اللقاء بتفعيل الحماية للصحفيين الفلسطينيين وتشكيل لجان دولية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم. يكون الدور الإعلامي الرائد والراعد والرادع على إجبار إسرائيل باحترام عمل الصحفيين وعدم استهدافهم، ولا زمن القول بأن الصهيوني يستخدم الإعلام يتفوق علينا بالإعلام لغسل عقول العالم. شيء بدنا نقوله باسم النعامة وباسم العاملين بالإعلام المرة المسموع، أنه نحن اليوم لازم يكون عندنا خطة مواجهة طويلة الأمد لحتى نقدر نواجه هيدي المنظومة المالية الاقتصادية السياسية والتفككية اللي فات عندنا بطريقة يعني كتير كبيرة. المشاركون حذروا من التضليل الإعلامي الذي تمارسه إسرائيل، داعين إلى إسناد الإعلام الفلسطيني في معركته مع الاحتلال. في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شيرين أبو عقلي، الرسالة من بيروت مدوية تهدف إلى تعزيز الجبهة الإعلامية الوطنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا. زين عبد الصمد، تلفزيون فلسطين، بيروت.